بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم سنسرد قصة عجيبة لأحد الإخوة من مصر، من الإسكندرية. قصها علي منذ مدة ليست بالبعيدة عن طريق فيسبوك. قال لي صديقي وهو يروي لي عن هذه القصة التي حدثت في مدينة الإسكندرية. قال: كان في 3 أصدقاء على قارب ذهبوا إلى عرض البحر. كان أحدهم اسمه محمد. كان هذا محمد كان ذو صوت جميل جدا، وكان عندما يبحرون في القارب يقوم بالغناء، وكان صوته صوت جميل جدا. وفي إحدى الأيام وهم في وسط البحر ومحمد كان يغني، وأحد أصدقائه كان يجدف، والآخر كان يستمتع بالغناء، فإذا بحورية بحر تخرج رأسها من الماء، وحتى قال حتى بدا نصف جسدها. وبعد ذلك طلبت تلك الحورية من محمد أن يقفز إلى الماء. لا، طلبت منه تعالى، قالت له: تعالى معي واقفز إلى الماء. وكانت تلح عليه، فلما رأوها ارتاعوا وخافوا منها. فعندما حاولوا التجديف نحو الشاطئ والهروب، أمسكت الحورية بطرف القارب وهزته هزة عنيفة، فانقلب لم ينقلب القارب، بل سقط محمد في الماء. فأمسكت به تلك الحورية وغطست إلى أعماق البحر. وبعد ذلك عاد الشابين صديقي أحمد أو محمد بشكل مروع، وهما مرتاعان، وحدثوا كل الجيران والأقارب، ووصل النبأ حتى إلى الشرطة المحلية، وبدأت عمليات البحث في البحر حتى برجال الضفادع، وهكذا مدة يوم وليلة بكاملها. وفي حوالي منتصف الليل كان قارب فيه أب أحمد محمد في عرض البحر، وكان الناس يصيحون: محمد محمد. وكان الأب يصيح: يا بني محمد، يا ابني يا محمد. ثم أجهش بالبكاء، بكاء شديد. وبعد لحظات ظهرت جثة أب محمد تطفو على الماء، فاستخرجوه وأخذوه إلى المشرحة. وحزن الجميع عندما وجدوه قد مات، قد لفظ أنفاسه، لأن الجميع كانوا يحبوه. وبعد تلك الحادثة قاموا بتشريحه ليروا أسباب الوفاة. فلما خرج تقرير الطب الشرعي كان شيء مذهل، لم ينتظره أي أحد، ولم يظن أنه سيحدث. قال صاحب الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة كان بسبب ضربة عنيفة على مؤخرة الرأس، ولم يكن بسبب الغرق، لأن رئتي ليس فيها قطرة ماء. فذهلوا لذلك، وبعد أيام خرجت تلك الحورية من جديد إلى شباب آخرين، فأخبرتهم ما كان من تلك القصة. فقالت لهم، لأولئك الشباب، بأنها عندما أخذت أحمد إلى قعر البحر صار يتنفس تحت الماء مثلها. لا نعرف أكان سحرا ذلك أم لها طريقة معينة استعملتها. فرضي أن يبقى معها. وبعد أن مرت ساعات سمع صوت أبيه يبكي ويطلبه، فغير رأيه وأراد أن يعود. فحدث عراك وشجار بينها وبين الحورية، فضربته بشيء حاد أو هكذا على مؤخرة رأسه فقتلته.
والله أعلم بالحقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.